وإلى متابعة الأخبار المحلية، حيث دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع نظيره البولندي لخوض مباراة ودية بين المنتخبين في شهر يونيو المقبل قبل انطلاق مونديال روسيا والمحدد له يوم 14 من نفس الشهر. وكان الوفد المصري والذي حضر قرعة المونديال دخل في مفاوضات مع 4 منتخبات عقب سحب القرعة لخوض مباريات ودية معها في شهر مارس المقبل، وهي منتخبات صربيا وأوكرانيا وبيرو وكولومبيا، قبل أن يفتح الوفد مفاوضات مع بولندا لخوض مباراة ودية في يونيو المقبل. طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة من الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب تقديم تقرير عن المدن والتي ستستضيف مباريات المنتخب. وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الأولى والتي تضم روسيا وأوروغواي والسعودية. وتنطلق مباريات كأس العالم في 14 من يونيو المقبل بمشاركة 32 منتخب مقسمة على 8 مجموعات بواقع 4 فرق لكل مجموعة. أعلن نادي سموحة السكندري تعاقده مع المدرب طلعت يوسف مدرب الاتحاد وطلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي السابق لمدة موسم ونصف خلفا للتشيكي فرانس تراكا. وكان المدرب التشيكي قد اعتذر عن عدم إكمال مسيرته مع النادي السكندري لتراجع نتائج الفريق ليرحل بالتراضي مع الإدارة. يذكر أن سموحة يحتل المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة بعد انقضاء 12 جولة من عمر المسابقة. إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث فاز فريق النادي الأهلي لكرة الماء رجال بقيادة وليد عزت المدير الفني للفريق على فريق الصيد 16-7 في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس مصر في المباراة والتي جمعت الفريقين أمس السبت على حمام سباحة الأهلي. ويواجه فريق الأهلي في 10 من مساء اليوم فريق هليوبلس في الجولة الأخيرة من الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الأول والثاني قبل البدء في الدور النهائي. هنا المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة البطل الأولمبي المصري محمد إيهاب، وذلك بعد تحقيق 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية. كما قدم عبد العزيز التهنئة للرباعة المصرية سارة سمير بعد حصولها أيضا بذهبية رفع الأثقال في نفس البطولة، مؤكدا أنها فخر للفتاة المصرية. كما أعرب أيضا الوزير عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي للاعب منتخب مصر لرفع الأثقال محمد إيهاب، متمنيا له مزيدا من النجاح والتوفيق خلال مشواره الرياضي الحافل بالإنجازات وتحقيق ذهبية رفع الأثقال الأولمبية طوكيو في عام 2020. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.